السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بكم في قناه الهير ستايل. كل عيد وانتم بالف خير. بعتذر عن تاخير في الفتره اللي فاتت دي، كنت بقضي العيد بقى مع مامتي واهلي وكده. النهارده هعرفكم على الادوات اللي هنستخدمها في التفصيل، هنستخدمها في الفيديوهات الجايه. طبعا ده بجانب الفيديوهات اللي احنا بنعملها دايما، ده مش هيغير محتوى القناه بتاعتنا ولا حاجه، بس يعني هندخل معانا برضو التفصيل. دي الادوات اللي هنحتاجها عشان لو عايزين تشتروها قبل ما نبدا في التفصيل وكده. اول حاجه معانا المازوره، دي بناخد بيها المقاسات، بتبقى متقسمه جنبين كده، الجنب الاولاني المقاس بالسنتي والجنب الثاني بالانش، وهي طولها حوالي متر ونص. دي بناخد بيها المقاسات عشان تبقى المقاسات بتاعتنا دقيقه وكده. دي كده اول حاجه. تاني حاجه معانا المقصات، مقص للقماش. طبعا انا وريتهولكم قبل كده، ده مقص سينجر جايباه من تريدكو الصياد اللي في وسط البلد اهو، حتى هتلاقوا مكتوب عليه سينجر على الكيس بتاعه، وهتلاقي على المقص نفسه مكتوب كلمة سينجر. ولاحظوا ان في بينزل منه التقليب، بيغيروا حرف الاي بحرف الاو بيبقى سينجر، وبيتباع على انه سينجر الاصلي وكده. سعره 130 جنيه، طبعا سعره يعتبر غالي، والناس هتقول تستغلاه كده، لكن هو في الحقيقة تمنه فيه بجد، يعني التعامل معاه سهل وحلو وتقيل ويعيش معاكي يعني، فهتدفعي فيه فلوس مره واحده احسن ما تجيبي واحد وكل شويه يبرد منك وتجيبي واحد غيره يعني. ومقص تاني للورق علشان لما نرسم الباترون بتاعنا نقص بمقص الورق، ما نضطرش نستخدم مقص القماش ويتلم مننا وكده يعني. ممكن كمان تجيبوا المقص ده اللي هو القصافه دي، بس مش ضروريه قوي، شكله كده من قريب. ده بنقص بيه الخيط لما بنخلص القماشه على المكنه وعايزين نقص الخيط، هو لطيف يعني حلو، سعره تقريبا 8 جنيه حاجه بسيطه يعني. بنقص بيه الخيط بس بالشكل ده، ما مش حاجة تانية. بس لو مش عايزة تجيبيه خلاص، هي المكنة تسبب فيها قصفة كده للخيط. وكمان معانا الدبابيس، بتجيبي دبابيس طويلة من غير راس. طبعا الحاجات دي بتيجي من عند بتوع الخردوات، دي بنستخدمها علشان نثبت الباترون على القماش، وكمان ممكن تثبتي بيها حتت قماش قبل ما تخيطيها على المكنة وكده. شكلها كده من قريب اهو بالمنظر ده. ممكن لو انت مش عندك مكنة تثبتي القماش بتاعك بيها وتوديها للخياط يقفلها لك، او تسرجي بالسراجة العادية الخياط اليدوية كده وتوديها برضو للخياط يقفلها لك، مفيش مشكلة. كمان معانا اللزق دوت، تيب جايباه من عند بتوع الدهانات، ده بنثبت بيه قماش ورق الزبدة على ورق اللوح، هفهمكم ازاي بعدين. ممكن كمان تجيبي بكرة بزلين زي كده، مش لو مش عايزه تجيبيها مش مشكله دلوقتي. معانا كمان قلم رصاص واستيكه وبرايه، لازم يبقى معانا على طول عشان واحنا بنرسم الباترون بتاع القطع بتاعتنا، عايزين نبدع بقى ونفنن كده في الهدوم بتاعتنا ونعمل حاجات كتير. كمان المسطره، تحتاجي مسطره مقاسها من 50 سنتي للمتر. طبعا دي كانت عندي اصلا من وانا بشتغل قبل كده على حاجه الكرتون وكده، دي كنت جايباها من الفجاله، مش فاكره كان سعرها كام يعني، بس كان سعرها قليل. دي ماركه قماش، حاجه كده شبه التباشير، او هي فعلا تباشير، هي طبعا اللي معايا دي مكسوره كده، بتبقى شكل مثلث شكلها، بس بتعلمي بيها على يعني لما بنحط الباترون على القماش بنعلم الحدود بتاعته هو التباشير دوت علشان بيتمسح بسهوله يعني، بنعلم بيه. لو هنبدا بقى ان شاء الله مع بعض، هنحتاج الفيديو الجاي السوسته زي كده، فهتجيبوا سوسته كمان علشان نبدا في التفصيل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وطبعا باكد عليكم ان ده بجانب فيديوهات القناه بتاعتنا، مش هنغير محتوى القناه ولا حاجه، احنا بس هنضيف عليه الخياطه والتفصيل وكده. كمان هنحتاج ورق لوح، اللوح دي بنجيبها برضو من بتوع المكتبات زي اللي كنا بنعمل عليها لوح في الفصل زمان كده يعني. برضو دي بنرسم عليها الباترون عشان يبقى الورق بتاعها قوي شويه ويبقى يفضل ثابت معانا يعني، لما تعملي مقاساتك يفضل معاكي. كمان هتحتاجي اللي هو الفرخ بتاع ورق الزبدة، طبعا فرخ ورق الزبدة كبير، هو بيبقى قد بتاع اللوح كده، بس ده بس الجزء اللي كان عندي دلوقتي، فقلت اصور لكم شكله. برضو بيجي من المكتبة، اقول له عايزة فرخ زبدة، ده عشان نشف عليه الباترون بتاعنا. ولو انتي مثلا بتشتغلي بقى وكده وبترسمي الزباين والحاجات دي، ممكن ترسمي على ده على طول يعني، مش شرط تعملي على اللي هو ورق اللوح. علشان بقى احنا مبتدئين وكده، مش هتنفع تشتغلي على قماش حلو بقى في الاول وتبوظيه، ده اسمه قماش بفتة، بيجي من عند بتاع الخردوات برضو او من بتوع القماش عادي، مش مشكله من اي مكان هتلاقيه كتير يعني. هو قماش خفيف كده يعني، قماش ضعيف، ما هوش نوعه سيء جدا،
بس سعره رخيص عشان تتعلمي عليه، بدل ما تشتغلي على قماش نوعه حلو وتبوظيه. فاحنا بنشتغل على قماش البافتا نبوظ فيه براحتنا، وبعدين تشتغلي على القماش التاني تكوني اتعلمتي. طبعا القطعة دي احنا عاملينها مع بعض الفيديو اللي فات، هي دي بس كل الادوات اللي احنا هنحتاجها. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنوضح فيها طرق التفصيل بقى وحاجات كتير كده، ان شاء الله تعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا عرفتوا كل الادوات اللي هنستخدمها، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.